السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الرابع، وهو بعنوان استعمال النماذج لضرب عدد من رقمين في مضاعفات العدد 10، وهو الدرس الثاني من الوحدة الرابعة الجزء الثاني. أهداف الدرس: ضرب عدد مكون من رقمين في عدد مكون من رقمين من مضاعفات العشرة باستعمال طرائق الحساب الذهني. التهيئة: كيف يمكنك استعمال الشبكات ونماذج المساحة للضرب؟ من منكم يا أبطال يساعدني في الإجابة على هذا السؤال؟ أحسنتم! يمكن استعمال النماذج لتقسيم مسائل ضرب كبيرة إلى عدة مسائل أصغر لتسهيل عملية الضرب. يمكن تجزئة العامل الأكبر في المسألة بناء على القيمة المنزلية، ثم تضرب كل قيمة منزلية في العامل الأصغر. تدرب مستقل صفحة 161 في الكتاب المدرسي. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو، حاول حل التمارين التي أمامك، ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أهلا بك عزيزي مجددا. استعمل قوالب القيمة المنزلية أو نموذج المساحة لإيجاد ناتج الضرب. التمرين الثالث: 10 ضرب 22 تعني 10 مجموعات من 22. ما المطلوب منك فعله يا بطل؟ أحسنت! يسهل حسابيا استعمال 20 زائد 2 بدلا من العدد 22، لذلك سنقسم 10 مجموعات من 22 إلى 10 مجموعات من 20، ونضرب لإيجاد المساحة 10 ضرب 20 ويساوي 200، ثم 10 مجموعات من 2 ونضرب لإيجاد المساحة 10 ضرب 2 ويساوي 20، ثم نجمع نواتج الضرب الجزئية 200 زائد 20 ويساوي 220. إذا نقول 10 ضرب 22 يساوي 220. التمرين الرابع: 10 ضرب 13 لسهولة الاستعمال حسابيا قسمت 10 مجموعات من 13 إلى جزئين. الجزء الأول 10 مجموعات من 10 كما تلاحظ أمامك، 10 ضرب 10 ويساوي 100. الجزء الثاني 10 مجموعات من 3 نضرب 10 ضرب 3 ويساوي 30، ثم نجمع نواتج الضرب الجزئية 100 زائد 30 ويساوي 130. إذا نقول 10 ضرب 13 ويساوي 130. التدريب الخامس: 20 ضرب 35. سنستخدم يا أبطال في هذا التدريب ورقة مربعات أبعادها 20 في 35 لتوضيح هذه المسألة. 20 ضرب 35 تعني 20 مجموعة، كل مجموعة مكونة من 35. نقسم العدد 35 إلى 30 زائد 5 ليسهل علينا عملية الحساب، فيصبح لدينا أولا 20 مجموعة من 30، نظلل مستطيل أبعاده 20 في 30، ونجد مساحته 20 ضرب 30 ويساوي 600. ثانيا 20 مجموعة من 5، نظلل مستطيل أبعاده 20 في 5
ونجد مساحته 20 ضرب 5 ويساوي 100. ثم نجمع نواتج الضرب الجزئية 600 زائد 100 ويساوي 700. إذن ناتج عملية الضرب 20 ضرب 35 يساوي 700. التدريب السابع 30 ضرب 29. سنستعمل في هذه المسألة نموذج المساحة لتوضيح 30 ضرب 29. 30 ضرب 29 تعني 30 مجموعة من 29. نستخدم خاصية التوزيع ونجزئ العدد 29 إلى 20 زائد 9. أولاً نرسم مستطيلاً أبعاده 30 في 20، ونجد مساحته 30 ضرب 20 ويساوي 600. ثانياً نرسم مستطيلاً أبعاده 30 في 9، ثم نضرب 30 ضرب 9 ويساوي 270، ثم نجمع نواتج الضرب الجزئية 600 زائد 270 ويساوي 870. إذا نقول ناتج عملية الضرب 30 ضرب 29 ويساوي 870. ممارسات الرياضيات وحل المسائل صفحة 162 في الكتاب المدرسي. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو، حاول حل التمرين التي أمامك، ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أهلا بك عزيزي مجددا. مهارات التفكير العليا: يوجد 46 طالبا في الصف الرابع، يكتب كل طالب منهم 3 تقارير عن مواد دراسية. وضح كيفية استعمال خاصية التوزيع لإيجاد إجمالي التقارير المكتوبة. المعطيات: يوجد 46 طالبا في الصف الرابع، يكتب كل طالب منهم 3 تقارير عن مواد دراسية. المطلوب: وضح كيفية استعمال خاصية التوزيع لإيجاد إجمالي التقارير المكتوبة. تذكر عزيزي أن استعمال خاصية التوزيع يعني تجزئة الأعداد. سنستعمل خاصية التوزيع لتجزئة الأعداد. لدينا 46 مجموعة من 3، سنقوم بضرب 3 ضرب 46. نجزئ العامل الأكبر 46 إلى 40 زائد 6، ثم نقوم بضرب العامل الأصغر 3 في 40 زائد 3 في 6، ثم نقوم بإيجاد نواتج الضرب الجزئية 3 ضرب 40 ويساوي 120، 3 ضرب 6 ويساوي 18. ثم نجمع 120 زائد 18 ويساوي 138. إذن إجمالي التقارير المكتوبة التي سيقوم بتسليمها طلاب الصف الرابع يساوي 138 تقريرا. والآن ننتقل إلى تقويم صفحة 162 في الكتاب المدرسي. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو، حاول حل المسألة، ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. أهلا بك عزيزي مجددا. باع المزارع ناصر 30 صندوقا من التمر، وزن كل صندوق 15 كيلوغراما، وباع المزارع طلال 22 صندوقا، وزن كل صندوق 20 كيلوغراما. استعمل نموذج مساحة لتوضح من منهما باع تمرا أكثر. المعطيات: لدينا مزارعان ناصر وطلال. باع ناصر 30 صندوقا من التمر، وزن كل صندوق 15 كيلوغراما، وزرع طلال 22 صندوقا، وزن كل صندوق 20 كيلوغرام.
المطلوب هو استعمال نموذج المساحة لتوضيح من منهما باع تمرا أكثر. نبدأ أولا بالمزارع ناصر. لدينا 30 مجموعة من 15، إذن سنضرب 30 ضرب 15، وسنجزئ العدد 15 إلى 10 زائد 5، وباستعمال نموذج المساحة كما هو مطلوب نرسم مستطيلا أبعاده 30 في 10، ونجد مساحته 30 ضرب 10 ويساوي 300. ثم نرسم مستطيلا أبعاده 30 في 5، ونجد مساحته 30 ضرب 5 ويساوي 150. ثم نجد نواتج الضرب الجزئية 300 زائد 150 ويساوي 450. إذن باع المزارع ناصر 450 كيلوغراما من التمر. ننتقل إلى المزارع طلال. لدينا 22 مجموعة من 20، إذن سنضرب 20 ضرب 22، وسنجزئ العدد 22 إلى 20 زائد 2 لتسهيل عملية الحساب. نرسم مربعا أبعاده 20 في 20، ونجد مساحته 20 ضرب 20 ويساوي 400. ثم نرسم مستطيلا أبعاده 20 في 2، ثم نجد مساحته 20 ضرب 2 ويساوي 40. ثم نجد نواتج الضرب الجزئية 400 زائد 40 ويساوي 440. إذن باع المزارع طلال 440 كيلوغراما. والآن نعود إلى المطلوب لنوضح من منهما باع تمرا أكثر، وبالمقارنة بين ما باع ناصر وما باع طلال نجد أن المزارع ناصر باع تمرا أكثر. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.